الأنشطة الاقتصادية. 2. الزراعة. تقدر المساحة التي تشغلها الزراعة من مساحة اليابس بنحو 7 إلى 10%، وللزراعة أهداف وأنماط من أهمها: 1. توفير الغذاء للاستهلاك المحلي. 2. إنتاج الغلات للتجارة. أقسام الزراعة: أولاً، الزراعة البدائية المتنقلة، هي زراعة بسيطة هدفها سد حاجة السكان المحليين. خصائص الزراعة البدائية: من أهم وأوسع الأساليب الزراعية المستخدمة، وخصوصاً في قارة إفريقيا وتحديداً في مناطق السافانا الرطبة. تزرع الأرض حتى تستنفد خصوبتها، حيث يتم اختيار مساحة الأرض ثم تطهر عن طريق قطع أشجارها ثم حرقها لتكسب الأرض خصوبتها، ثم تزرع لمدة 3 سنوات أو أكثر حتى تفقد خصوبتها، فيتم الانتقال إلى منطقة أخرى. لا تعطي إلا إنتاجا ضعيفا. ومن أهم المحاصيل الزراعية البدائية الذرة الرفيعة والبطاطا والفول السوداني والفاصوليا. القسم الثاني من أقسام الزراعة: الزراعة الراقية، هي زراعة تعتمد على أساليب أكثر تقدماً من أساليب الزراعة البدائية، ولعل من أهم خصائص الزراعة الراقية الأكثر انتشاراً في السهول الفيضية للأنهار مثل أنهار دجلة والفرات والنيل والسند وأنهار الصين. وفرة المياه وتجدد الخصوبة بسبب ما تحمله مياه هذه الأنهار من إرسابات. أيضاً تخصص في الإنتاج الزراعي. تقسم الزراعة الراقية إلى قسمين: أولاً الزراعة الكثيفة، وتمارس في المناطق المزدحمة بالسكان مثل الصين والهند ومصر، وتعتمد على المجهود البشري والحيواني. ثانياً الزراعة الواسعة، وتمارس في المناطق المكتشفة حديثاً مثل أستراليا والأرجنتين، وتستخدم الآلات بدلاً من الأيدي العاملة. رابعاً الرعي، يزاول حرفة الرعي نحو 1.2% من القوى العاملة العالمية. ومن أهم مناطق الرعي في العالم: 1. مناطق أعشاب السافانا، والتي تتميز بأعشاب طويلة وكثيفة، وأهم حيواناته الأبقار. 2. المناطق شبه الصحراوية، التي تتميز بقلة الأمطار، وأهم حيواناته الإبل والأغنام، وتنتشر هذه المناطق في مساحات شاسعة من آسيا وإفريقيا. 3. مناطق الاستبس، وتتميز بالحشائش المعتدلة، وتعد من مناطق الإنتاج الرعوي التجاري الرئيسة في العالم، وتنتشر هذه المناطق في الأمريكيتين وفي أستراليا ووسط آسيا. 4. مناطق التندرا، وفيها يرعى السكان حيوان الرنة المستأنس الذي يعتمدون عليه في معيشتهم. أنواع الرعي: رعي تقليدي، رعي تجاري. الرعي التقليدي يعتبر من أقدم الأساليب الرعوية في العالم، ويسمى بالرعي المتنقل، حيث ينتقل الرعاة بين المناطق التي تكسوها الأعشاب والحشائش وتتوفر فيها المياه. أما الرعي التجاري فهو رعي تتبع به الأساليب العلمية التي تهتم بإنتاج سلالات جيدة من حيوانات الرعي، والاهتمام بتغذية الحيوان والعناية الصحية به. وينتشر الرعي التجاري في الأمريكيتين وأستراليا وأوروبا وجنوبي إفريقيا. الملخص: الأنشطة الاقتصادية 2. الزراعة، الرعي، الزراعة بدائية راقية، الراقية زراعة كثيفة، زراعة واسعة، الرعي، مناطق الرعي، أنواع الرعي، رعي تقليدي، رعي تجاري.